تواصل مؤسسة حياة كريمة بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين في محافظة الشرقية، ويأتي ذلك في إطار جهود المؤسسة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتنفيذا لتوجيهة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله حياة كريمة عاملة إنجاز كبير في موضوع اللحوم دوت وموضوع الشوادر على مستوى المحافظات. الحمد لله ربنا قدرنا النهارده عربيه جات لنا الحمد لله اول مره في مدينه دهيه، وان شاء الله تتكرر تاني. احنا جربنا اللحمه ديت اكتر من مره ولقيناها فوق الممتازه ودرجه عاليه من النظافه، اللحمه نظيفه يعني تاكل من غير مش اي شبهات يعني تمام. وانا اللحمه انا جربتها من الزقازيق، كنت في الزقازيق وجربتها من الزقازيق، ولما سمعت ان هي فيها نزلت مخصوص هي عشان اخد منها بصراحه يعني. بصراحه لحمه ممتازه يعني، احنا جربناها قبل كده كنا في الزقازيق وجبناها من المنفذ، فحبينا نشتريها من تاني يعني، هي بصراحه كويسه خالص.